نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات. قصة نجاح أتتنا من السعودية إلى الإمارات منذ عام 2017. ضيفنا لهذا الأسبوع السيد أحمد المطوع، السيد المحترم أحمد المطوع، يسعد مساك. مساء الخير. بداية يسعدني أنا كمقدمة برنامج ماجدة وأسرة برنامج رؤيتي أن أقدم الشكر والامتنان لسعادتكم لتكونوا أحد أهم ضيوف برنامجنا. السؤال الأول، ممكن تعرفنا بشخصك الكريم السيد أحمد؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحمد عبد الله حمد مطوع، رجل أعمال سعودي. بديت العمل مع الوالد الله يرحمه، شركة أبناء عبد الله حمد مطوع المحدودة، تخصصها مع الحكومة إعاشة ومستلزمات عسكرية. بعدها بعد وفاته حولتها، صارت شركة أبناء عبد الله مطوع وطورتها. وعام 2017 الظروف خدمتني وجيت لهذه الدولة الكريمة المضيافة، فتحت فيها 6 شركات. شركة تحت البنوفا تخصصها النفط ومشتقاته، والطرف الأغر نفس التخصص النفط ومشتقاته وقطع الغيار والأدوية ومستلزماتها. سيد عبد الله، متى كانت أول مرة بتيجي فيها على الإمارات؟ شو كان سبب الزيارة؟ كانت أول زيارات حبية، لأن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، كانت عام 1988. وبعدين بدأت القدوم إلى هنا كبلد ثاني لي، بالعكس أننا نعتبرها البلد الأول ونعتبرهم أهلنا حبايبنا، يعني حنا نعتبر عائلة واحدة. وعام 2017 تهيأت الظروف بإني أصير رجل، فتحت فيها شركات وتطور المسألة، وشرينا فيها بيت وشرينا وفتحنا فيها المكتب والشركات، والآن عندنا خطط مستقبلية، بناء خزانات بترولية ومشتقات البترول. مستر أحمد، من أين أتت فكرة العمل الخاص بك؟ احكي لنا عن الشركة، شو بتقدم منتجات؟ الشركة السعودية ولا الشركة الإماراتية؟ الاثنين. الشركة السعودية في المجال المناقصات الحكومية، في الإعاشة ومشتقاتها، وفي المناقصات الحكومية اللي عبارة عن المستلزمات العسكرية، ملابس، أي مستلزم يخص القطاع العسكري احنا متخصصين فيه. احنا نعتبر من اوائل الشركات، اسسها الوالد عام 1964 ميلادي، يعني تقريبا بعمري 56 سنة. مستر احمد، هل اثرت عليك جائحة كورونا ولماذا؟ والله صبت فيها بشهر 8، وبعد 3 شهور طعمت من التطعيم الاولى، واليوم الاربع عندي التطعيم الثانية، ولكن اثرت على الجميع، اصلا غيرت سلوكيات المجتمع هذه الكورونا. صح، وكانت تأثيرها تبعها على البزنس تبعك؟ صدق حلا صارت مصالحنا، الحمد لله. مستر عبد الله، ما هي التحديات التي واجهتك خلال مسيرتك كصاحب عمل خاص؟ كيف قمت بحلها ومواجهتها؟ والله تحديات كثيرة. من تخرجي أصلا مشهورين حنا في مقابلة التحديات، ولكن الإنسان يعمل، الله يقول قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. حنا نعمل والباقي عندنا نؤدي الأسباب، عقلها وتوكل. أدينا الأسباب والحمد لله. واجهتني صعوبات كثيرة ولله الحمد تجاوزتها، والصعوبات هذه تعطيك قوة على قوتك، والحمد لله نجحت في الخروج بأكثر من الصعوبات اللي واجهتني، ولله الحمد. هذا كله بفضل من الله ودعم من الزوجة الحبيبة تغريد البراهيم، هي زوجتي من بيت البراهيم، تغريد محمد البراهيم. تود تقدم لها شكر؟ وتأكيد الشكر لها بعد الله، هي وقفت معي بمحنتي بالصعوبات اللي واجهتني، كانت خير امرأة وخير عون، كما كانت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. مستر أحمد، كيف تتميز عن منافسك بالسوق؟ بالصدق والأمانة. الصدق يجعلك دائما، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة والعهد هذه
تجربتي على الجميع مهما كانت الظروف اللي أمر فيها. الحمد لله رب العالمين. أستاذ أحمد، كيف هي علاقتك بموظفيك وكيف تحافظ على هذه العلاقة؟ ما عاملهم أنا كموظفين، عاملهم كأخوان. عندي هم يعني كم عندك موظف؟ في الرياض عندي حوالي 15، وهنا حوالي 12 واحد، 12 بالعربي. ما شاء الله. أستاذ أحمد، ما هي مشاريعك المستقبلية للشركة؟ بتفكر تفتح فروع جديدة؟ عندنا الحمد لله احنا بدأنا بفرع واحد الاستثمارات وتوجهنا للتجارة، الآن 6 شركات، وفي عندنا تطوير هذه الشركات أنا وشركائي الأعزاء أذكرهم شريكي يحيى محمد الراجحي من أبناء شركة عائلة مربوطة بالمال ومؤسسين بنك الراجحي، الأمير نايف بن سلمان بن محمد آل سعود شريكي، وهو يعني أنا وياه خطينا خطوة الأولى في الإمارات. في شيء في هنا موجود اسمه أستاذ أحمد. ماذا تقدم نصيحة للشباب المقبل على العمل أو إنشاء مشروع جديد في دولة الإمارات؟ في الإمارات الصبر أول شيء، القدوم، لأن الإمارات تعطيك التسهيلات اللازمة، ما فيه يعني السجل خلال دقائق يخرج، اي شيء اي متطلب تبغى يعني تبغى تطلع او يعني يمكن ما تروح تمشي، يعني كل شيء اونلاين. كل شيء اونلاين طبعا. استاذ احمد، ما هي توقعاتك بالنسبه لاكسبو 2021؟ كيف يمكن ان تؤثر على مجال عملك؟ والله بالعكس، هي اتطلع فيها المستقبل كويس، وحنا ان شاء الله بنصير مساهمين فيه، لأن نعتبره هذا بوابة للخليج، للإمارات أولاً وللسعودية ثانياً. إن شاء الله. أستاذ أحمد، كلمة شكر لدولة الإمارات والقائمين عليها لنعمة الأمن والأمان. الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشيخ خليفة آل نهيان، ولإخوانه الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، هؤلاء أعلام في هذا البلد ولهم فضل على هذا البلد، ومن قبلهم والدهم الشيخ زايد الله يرحمه. ختاما، نحن أسرة برنامج رؤيتي نود أن رحب مرة أخرى بضيفنا لهذا الأسبوع السيد أحمد مطوع، صاحب شركة البانوفا انترناشونال للاستثمار، شركة الطرف الأغر للتجارة. السيد أحمد مطوع، شكرا جزيلا على استضافتكم الرائعة. أنا سعيد أنكم اخترتوني من ضمن المجموعة اللي تختارونها كل أسبوعيا، صح؟ شكرا وما قصرتوا، الله يخليكم، إن شاء الله أقول بعد لقاءاتها إن شاء الله.